بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، تبي الأمر يذكر ربي واحد منا ولا سمعنا في إذاعة ولا قرينا في أي مقروب وذكر الله تخشى قلوبنا. حل الناس عن انفعال خاص بنا وقت ذكر الرحمن. إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. أعلى القرآن زدنا إيمان، كل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال دائما تعهدوه اقرأوه تذكروه دوم على حفظه دوم على تلاوته وكذا، لأنه يتفلت القرآن. رأوا الشيطان زرع في الإنسان أن لا ينتبه إلى كلام الرحمن. أحفظ وأحفظ وقت اللي يجي رمضان المبارك تلقى الناس اللي فعلا هداهم ربي، تلقى رجل القرآن أشهر حتى لا يخطئ حين يأم الناس. سميكم أخي القرآن القدم ما عندوش قيمة، لا فما ناس مالين اللي باش يعطيه القيمة التي تناسبه، يعني كلام الرب. نعود، إنما المؤمنون الذين ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذا كهو منابع من القرآن، لا قليلا تريث وستسمع بقية الآية هذه الكريمة. والسلام في تمام الكمال على أمة الإسلام.